بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة الأربعاء أو حلقة الثلاثاء من برنامج حياتنا. هذا البرنامج اللي يأتيكم عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا، بداية يسعدني في هذا المساء نبسي بالخير على أخوي وزميلي نايف المسلماني. نايف، مساء الخير. مسيك بالنور والسعادة سلمان، أنت ومشاهدينا، ونتمنى دائما يكون يومكم على ما تتمنون بإذن الله تعالى. وفي برنامج حياتنا نبدأ معاكم أول أخبارنا لهذا اليوم، حيث تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مدعي أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة لدى مغادرته الوفد المرافق اليوم في مطار الدوحة الدولي بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين. مشاهدي الكرام، كما كان في وداع جلالته والوفد المرافق سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وكان في الوداع أيضا سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد الثاني سفير الدولة لدى سلطنة عمان وسعادة سيد نجيب بن يحيى البلوشي سفير عمان لدى الدولة. أكيد، وقد أكدت دولة قطر وسلطنة عمان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا يدل على قوة الإرادة السياسية للقيادة في البلدين للارتقاء بكافة أوجه التعاون على جميع المستويات، مما ستفتح آفاق جديدة من التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين. كما أكد الجانبان في بيان مشترك على أهمية مجلس التعاون لدى دول الخليج العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. نتابع معكم مشاهدي الكرام هذا التقرير. البيان المشترك بين دولة قطر وسلطنة عمان أكد على أهمية الارتقاء بكافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى المباحثات الثنائية الموسعة بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وجلالة السلطان عمان الشقيقة، والتي استعرضت تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما عكس عمق العلاقات وتطابق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة. زيارة جلالة سلطان عمان إلى دولة قطر تعد ثاني زيارة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة، والتي حظيت بترحيب كبير لما لها من أهمية في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين. ووفق البيان المشترك، فقد أشاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وجلالة سلطان عمان الشقيقة بما يجمع البلدين من الشراكة المتميزة والرغبة في التعاون بمجال الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات للحد من التغير المناخي. الجانبان أكدا أيضاً على أن الفرص الحقيقية والمتنوعة في البلدين تشكل أساساً متيناً لتعزيز العلاقات وزيادة فرص الاستثمار وإقامة الشراكات وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في العديد من القطاعات والميادين، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص بما يحقق التكامل في مصالح البلدين. الزيارة بحسب البيان المشترك شهدت توقيع البلدين على اتفاقية حول التعاون العسكري واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار واتفاقية تعاون بشأن الاستثمار في الشركة العمانية للنقل البحري واتفاقية تعاون حول الاستثمار في قطاع الضيافة ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية. وفي البيان المشترك عبرت سلطنة عمان عن اعتزازها باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وثقتها بنجاح دولة قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، اتفقت دولة قطر وسلطنة عمان على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، كما شددا على ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية ودعم القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عبر عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية لأخيه جلالة سلطان عمان، فيما أعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة، ووجه جلالته الدعوة إلى سموه لزيارة سلطنة عمان.
إذن مشاهدينا الكرام، وفي سياق متصل، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بزيارة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. استمع سموه وجلالة السلطان خلال الزيارة إلى شرح حول تاريخ المؤسسة ومراحل تطورها واستراتيجيتها في مجال التعليم والبحوث وخدمة المجتمع، إضافة إلى لمحة حول برامج التعاون المشتركة بين المؤسسة والمؤسسات التعليمية في سلطنة عمان، كما أخذ جولة طلعة من خلالها على صروح الجامعات العالمية والمراكز البحثية والمرافق الأكاديمية التابعة للمؤسسة. عقب ذلك، قام سمو الأمير المفدى وأخوه جلالة سلطان عمان بزيارة إلى مكتبة قطر الوطنية، استمعا خلالها إلى شرح حول محتويات المكتبة من مصادر المعرفة العربية والعالمية في مختلف العلوم والمخطوطات والفنون والثقافات وتاريخ المنطقة، لا سيما المكتبة التراثية وما تضمنته من نوادر المخطوطات والطبعات القديمة التي تسرد تاريخ قطر والمنطقة والعالم، إضافة إلى شرح عن مبنى المكتبة المعبر عن رؤية المكتبة ورسالتها المعرفية. رافق سموه وجلالة السلطان في الزيارتين عدد من أصحاب السعادة الرؤساء، ومن الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وأصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي الموافق. أكيد نائب، شاهدنا جميعا هذه اللقطات. أيضا في سياق متصل مشاهدي الكرام، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بزيارة إلى استاد البيت الذي سيستضيف افتتاح بطولتي مونديال العرب فيفا قطر 2021 وكأس العالم فيفا قطر 2022. وخلال الزيارة طلع سمو الأمير وجلالة السلطان على مجسمات لجميع استادات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وما تتميز به كافة الملاعب من تجهيزات ومرافق للتدريب والمناطق المخصصة للمشجعين، بالإضافة إلى أحدث أنواع التكنولوجيا المستخدمة للتبريد. كما استمع سموه وجلالة السلطان إلى شرح عن مميزات وخصائص استاد البيت المعمارية والهندسية، علاوة على شرح عن طاقته الاستيعابية وما يوفره للاعبين والمشجعين من أجواء رياضية. رافق كذلك سمو الأمير وجلالة سلطان عمان عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، ومن الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وأصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي المرافق. أكيد مشاهدينا الكرام، مثلت زيارة الدولة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للبلاد تأكيدا عمليا على العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤشرا على حرص قيادتيهما الحكيمتين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق على تطويرها وتعزيزها والارتقاء بها لآفاق رحبة ومثمرة في جميع المجالات. وتتسم العلاقات العمانية القطرية بأنها علاقات أخوية وتاريخية راسخة لتطورات منذ عقود ماضية لتشمل كافة المجالات، وهي نمو وتطور مستمر بفضل توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز ما تم تحقيقه وإيجاد آفاق وفرص أوسع للتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بما فيه خدمة لمصالحهما المشتركة. مشاهدي الكرام، تضع قطر أميرا وشعبا وحكومة سلطنة عمان وقيادتها وشعبها الشقيق بمنزلة سامية ومكانة عالية في النفوس، نظرا للعلاقات المتميزة والروابط التاريخية والمواقف الأخوية المتبادلة بين البلدين والتي تزداد قوة ومتانة على مر السنين والأعوام. وتجمع الدولتان طموحات كبرى ومصالح مشتركة ورؤى متقاربة، إلى جانب سعي البلدين لتحقيق الرفاهية لشعبيهما الشقيقين وللشعوب الشقيقة والصديقة ونشر ثقافة السلام والحوار والتعاون والاستقرار بالمنطقة والعالم. هيثم يا العزيزة يا عمان،
يا مجد في التاريخ من عمق الزمان توشحي بالعز وبزهو المكان بوحدة الموطن من شعب ودار بوحدة الموطن من شعب ودار يا دار هيثم يا العزيزة يا عمان يا مجد في التاريخ من عمق الزمان توشحي بالعز وبزهو المكان بوحدة الموطن من شعب الودار وحدة الموطن من شعب الودار تنظر بلادي بها منظر فريد بيرد لك سمحان من نبض الوريد حتى الحجر شرقي والغرب يكيد وبالمعاني السامية درب ومنار وبالمعاني السامية درب ومنار لو تنظر بلادي بها منظر فريد بيرد لك سمحان من نبض الوريد حتى الحجر شرقي والغرب يكيد وبالمعاني السامية درب ومنار عزنا والفخر والامجاد يكتب ومضى من تاريخ لو صافحة نقلب والمجلد كم من الافذاذ يجلب في اللغة والدين وعلم البحار في اللغة والدين وعلم البحار عزنا والفخر والامجاد يكتب ومضى من تاريخ لو صافحة نقلب والمجلد كم من الافذاذ يجلب في اللغة والدين وعلم البحار وعلم البحار من مسدم كلنا نحيي العالم بارك الله دوم في مسعى العماني للوطن حبه في وحدة وتفاني ما تزحزح أو تغير في المعاني خلف قايدنا في نهج ومسار نهج ومسار قايدنا في نهج ومسار بارك الله دوم في مسعى العماني للوطن حبه في وحدة وتفاني ما تزحزح أو تغير في المعاني خلف قايدنا في نهج ومسار خلف قايدنا في نهج ومسار إذن مشاهدينا الكرام شكلت الروابط التاريخية الثنائية بين قطر وعمان والتوجيهات الكريمة للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين شكلت داعما أساسيا لتعاون اقتصادي وتجاري وثقافي قوي بين البلدين يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين وفتح الأبواب أمامها للتقدم والانطلاق خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين. أكيد راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع عن هذه الزيارة والعلاقات الجميلة التاريخية بين البلدين. يسعدنا يكون معنا في الاستديو الدكتور أحمد عبد الملك وهو أستاذ الإعلام المشارك بكلية المجتمع. مساك الله بالخير ونورت بيتك يا دكتور. مرحبا منور بأهل الله يسلمك. يعطيك الصحة والعافية، سعداء جدا بتواجدك معنا في الاستديو في هذه المناسبة الجميلة. وأنا سعيد وأنا أحب أشكر الزملاء في تلفزيون قطر على التغطية المميزة التي رافقت الزيارة. أكيد دكتور، بداية دعنا نتحدث اليوم في دلالات هذه الزيارة، زيارة جلالة السلطان عمان إلى دولة قطر والتي تعتبر ثاني زيارة خارج سلطنة عمان منذ توليه مقاليد الحكم.
نعم، يعني الزيارة تأتي طبعا لتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأيضا لتأكيد عمق النظرة بين دولة قطر وسلطنة عمان تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي عاصرناها في الفترات السابقة من 81 مجلس التعاون وحتى اليوم. والموضوع الثالث اللي أنا أركز عليه دوما هو حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة بحكم الموقع الجغرافي لسلطنة عمان في مضيق هرمز، ما يساهم في تدفق النفط والغاز إلى المستهلكين في دول العالم. فهذه الثلاث مناظير أنا أراها مهمة جدا جدا في هذه الزيارة، طبعا ناهيك عن الأمور الأخرى التي ممكن نتكلم عنها فيما يلي. نعم، لو نتكلم لقراءتك للبيان المشترك الذي تم إصداره والذي يحتوي على 6 نقاط مهمة، فما هو وجهة نظرك هذا البيان؟ البيان يعني هي 6 نقاط هذه هي ما تعلق بالاستثمار فقط والاقتصاد، لكن في البيان في كثير من الأمور. فلما نقول 6 فقرات عن الاقتصاد والتنمية البشرية وغيرها، هذه يدل على تلمس القيادتين في قطر وفي سلطنة عمان لاحتياجات المواطنين، وهذا وكتبت ترى بعناية جدا إذا تتمعن في الكتابة، أن هذه الاتفاقيات التي وقعت بالإضافة إلى مذكرة التفاهم حول الموارد البشرية هذه تخدم الطرفين وتؤكد على عمق العلاقات بين الطرفين. في اتفاقية مهمة جدا ما تعلقت بالأمور الأمنية، طبعا يعني تنمية بشرية دون أن يكون هناك أمن في المنطقة أعتقد بتكون خسارة كبرى، فلا بد أن يكون ولسلطنة عمان طبعا كثير من التجارب في هذا الموضوع على مر السنين يعني. فهذه القراءة طبعا يعني أنا عجبتني اعتزاز الجانبين باستضافة قطر لكأس العالم، يعني كلمة اعتزاز جميلة جدا يعني مو بالترحيب أو. فبالتالي البيان جاء كاملا وشاملا ويلبي طموحات الشعبين في البلدين. أكيد دكتور، من يتتبع الشأن يرى تقارب وتوافق إلى حد ما كبير بين الجانبين في القضايا التي تحوط بالمنطقة والعالم بأسره. اليوم كيف نصف مدى التلاقي في السياسة القطرية مع سياسة سلطنة عمان الشقيقة سواء في الجانب الإقليمي والدولي؟ نعم، شوف من بداية الاستقلال 1971 وبداية العلاقات الدبلوماسية فيما بعد، أنا كمقياس كنت في مجلس التعاون 6 سنين ولاحظت مدى التقارب في الاتجاهات السياسية سواء كان على في مناقشة قضايا الإقليم أو القضايا العربية والدولية. فلاحظت تقارب يعني قطري عماني واضح جدا يختلف عن بعض الدول الأخرى في التنسيق في المواقف، ولعلها أهم وهذا مؤكد عليه حضرة صاحب السمو في أكثر من مكان آخر في الأمم المتحدة، أنه يجب أن تحل المسائل الخلافية عبر الحوار. هذه الكلمة نفسها إحنا إذا فسرناها هي نبذ العنف واحترام المواطنين في المنطقة وعدم العبث بمستقبل الشعوب، هذه قضية خطيرة جدا ومهمة. لذلك يعني خص البيان هذا الموضوع، ومن تجاربي أنا خلال 30 عاما من عمر المجلس أو 32 أنه كان دوما في تلاقي في تشاور بين المسؤولين في الدولتين. ولكن دعني أقتبس آخر ما وجد الآن وأنتوا في الاستوديو، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يقول تعكس العلاقات الزيارة تعكس العلاقات القطرية الصحافة العمانية الروابط التاريخية الراسخة والتي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية متجذرة قوامها وحدة الهدف والمصير. شوف الكلام هذا كيف صيغ، أن البلدان ينظران إلى أن عندهم وحدة مصير
وهذه كان احنا في مجلس التعاون كنا ننادي ونغني بذلك، مصيرنا واحد وشعبنا واحد. صحيح. ولكن للأسف يعني المسيرة مرت وصابت كثير من العواصف، لكن ظلت العلاقات العمانية القطرية متميزة، ولعل آخرها ما حدث طبعا قبل 3 سنوات. أكيد يعني أتمنى كذلك على مستوى مجلس التعاون وحتى ما بعد قمة العلا بإذن الله أن تكون هذه كذلك بداية جيدة إن شاء الله واستكمال إن شاء الله لإنجازات. لو أنت حدث على وجهة نظرك بآفاق التعاون القادمة خاصة بعد البيان الختامي. نعم، شوف لو سمحت، آفاق التعاون القادمة هي إحنا نبي ترجمة لمواد البيان الختامي. طبعا لابد ان تكون هناك في لجان لكي تنفذ هذه الاتفاقيه بحذافيرها او البيان. انا يعني اعتقد هي موجوده حاليا مشاريع تنمويه بين سلطنه عمان ودوله قطر، ولكن البيان شمل حاجات كثيره منها الموارد البشريه التي يستفيد منها الطرفان، وايضا الخطوط البحريه. انت عارف العالم هذا الان مرتبط بخطوط بحريه لنقل السفن، واحنا ما شاء الله مقدمين ايضا على امور تنمويه كبيره في قطر، فيهمنا تامين الملاحه في المنطقه ناهيك عن الطرق البريه التي استحدثت مؤخرا. ايضا من الاشياء اللي انا يعني ودي اتكلم فيها هي تبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني. يعني احنا كلنا يعني سواء كان المثقف او الصحفي او الاعلامي، هذه كلنا نعمل في تعاضد مع مؤسسات الدوله والوزارات المختصه، وبالتالي لابد من وجود حراك اهلي. انا اليوم كنت على مسقط اف ام وتحدث الاخوان بكل حب عن ان احنا نبي تكون هناك مبادرات شخصيه بين المثقفين، يعني نفعل المسرح بين الطرفين، نفعل الدراما التلفزيونيه بين الطرفين، نفعل الصحافه. عندنا كاتب واحد يكتب في عمان بس في الصحافه، ليش ما يكون 3 4؟ عرفت كيف؟ كان عندنا في الماضي طبعا تعرفون الانتاج المشترك كان واضح، وفي ممثلين عمانيين وقطريين عملوا مع بعض. فالجانب الصحفي والإعلامي أنا أشوفها كثير مهم في تغطية وتشجيع المبادرات الخاصة خصوصا للمؤسسات الأهلية، جمعيات الصحفية، المسرح، كليات الإعلام، كليات الصحافة، كل هذه تدخل في هذا النطاق. أكيد دكتور. أيضا الملاحظ بين البلدين الشقيقين اليوم، يعني على الرغم من التطور والتحضر الحاصل في العالم، إلا أن هناك حفاظ دائما على الهوية والتراث والعادات والتقاليد. برأيك هذا التقارب دكتور في الحفاظ على التراث والهوية بين قطر وسلطنة عمان، كيف ممكن أن نترجمه على الجانب الثقافي والجانب الأدبي مثل ما تفضلت؟ صحيح، لعلكم شاهدتم ما حصل في سوق واقف، كانت هناك فرق عمانية تأتي تباع. صحيح. وكنا نشوف العلم العماني والزي العماني والبخور العماني. هذا التلاحم هو تلاحم غير مصطنع، تلاحم عبر الأجيال. الإيقاعات احنا تطرب أذاننا للإيقاع العماني، وهم كذلك يطربون للعرضة وللأمور الأخرى والدزة والبستة. في هذا المجال بالذات يعني في صناعات عمانيه جميله احنا نشوفها في سوق واقف، وهذه كلها نتاج يعني الـ 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 الحراك. اتمنى طبعا انا اتمنى ان تكون هناك مشاركات. يعني قبل فتره في كتارة جات السفينه العمانيه رقم 2 صحار 2، وكانت جميله، كلنا فرحنا فيها مثلما فرحنا بطائرة سلطان عمان وهي تعبر الأجواء القطرية، كان منظر مؤثر جدا. وهذه أكد، أنا اليوم أقدر أقول لك أنا كسبت حوالي 45 متابع من عمان ما شاء الله في هذه الزيارة، وهذه بركة. أيضا هناك يعني الإخوان القطريين في أدوات التواصل ما قصروا بصراحة، فهذه هي اللحمة اللي تؤسس للمصير المشترك اللي تحدث عنه معالي وزير الخارجية. فأتمنى أن نترجم
والإخوان في سلطنة عمان تواقون لترجمة مشاريع من هذه، يعني محاضر من قطر يروح عمان، مسرحية من عمان تأتي إلى قطر، كلمات يلحنها عماني ويؤديها قطري. هذه الأشياء هي اللي تبقى، وهذا هو تراث الشعوب بعيدا عن البروتوكولات اللي يعني ممكن تمر بمنعرجات سياسية معينة. يعني بالحديث عن الجانب الثقافي وربما كذلك لو نتحدث عن الجانب الرياضي، يعني عندنا الآن بطولة كأس العرب راح يتواجد منتخب سلطنة عمان، وكذلك يعني في فترات من الدوري القطري شاهدنا كميات كبيرة من نجوم لاعبي الكرة العمانية يكونوا موجودين محترفين في الدوري القطري. ولكن من جانب الثقافة ربما أقرب كذلك الفرص معرض دوحة الدولي للكتاب، فهل ممكن كذلك نشاهد دور كبير لمثل هذا المعرض في التقارب الثقافي بين البلدين؟ نعم، كلام جميل. يعني احنا اول شيء سعدنا بلفتة صاحب السمو الامير وصاحب الجلالة بزيارتهم للملعب، صحيح، واطلاعهم على، كانت لفتة ما فيها رسميات، رسمة يعني شعبية. هذه واحدة. اثنين، احنا كل سنة طبعا نروح معرض عمان للكتاب، يعني معظم الإخوان المثقفين، ونحضر محاضرات وبعضنا يحاضر، فهذا متجذر موجود. معرض الدوحة القادم يعني أنا أتمنى أن تكون فيه، أنا طالبت اليوم أن تكون فيه ندوات معينة، يعني أنا طالبت بأن يكون هناك ندوة للرواية القطرية. ليش ما نسمع صوت للرواية العمانية أيضا؟ وهم عندهم زخم كبير وأنا أعرفهم أصدقائي، فنستضيف واحد أو اثنين منهم يشاركونا في ذي الندوة إذا أقيمت، نطلب من الله. هذه واحدة. الشيء الثاني، دور النشر العمانية أيضا بدأت تنشر لنا إحنا هناك، هذا 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 التلاحم اللي أنا سميته مؤسسات المجتمع المدني. نرحب أيضا بتوقيع كتب الأخوة العمانيين في معرض الكتاب القادم. كل هذه طبعا يصب في الهدف اللي تحكينا عنه بدون أدنى شك دكتور. وأيضا اليوم لما نخص الجانب الإعلامي فنحن نتشرف اليوم في قطر في المؤسسات المختلفة سواء الحكومية أو حتى الخاصة بوجود زملاء لنا من سلطنة عمان في مجال التقديم وحتى في المجالات الإعلامية الأخرى. وأيضا إذا بنتحدث عن المساهمات الثقافية الشعرية والأدبية، ممكن جائزة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فازت بها شاعرة من سلطنة عمان، فهنالك يعني مثل ما تفضل دكتور مشاركة بين الشعبين في الجوانب صحيح. الثقافية والإعلامية. صحيح، نعم، في مشاركة، وهذا امتداد. يعني احنا خل موضوع المصاهرة قد يكون محدود، ولكن موضوع الجذر التاريخي العميق، يعني نحن نعرف وقرأنا في التاريخ أن مسقط كانت ميناء كبير جدا جدا للسفن الخارجة من الخليج ومنها السفن القطرية والمتجهة إلى بومباي أو إلى شرق أفريقيا للتجارة، فهذه كانت أحد الملامح القديمة اللي كانت موجودة. فمو بعيدة أن يتواصل هذا الشيء، خصوصا الآن إحنا عندنا التكنولوجيا اللي يعني كلنا مفتونين فيها، وهذه تساهم في التقارب أيضا. يعني أنا اليوم يعني تكلمت مع واحد رئيس جمعية الصحفيين الدكتور محمد المعمري، قال نبي نفعل الكلام اللي قلنا، قلت له حاضر، احنا في قطر نرحب فيك، وايضا قال احنا نرحب فيك. فالمبادرات هذه اللي انا قلت عنها مؤسسات المجتمع المدني هي تدعم وتترجم ايضا ما جاء في البيان الختام. يعني اكيد كذلك يعني جهود المؤسسه القطريه للاعلام وتلفزيون قطر بالاحتفال كذلك مع سلطنه عمان بايامهم الجميله، ويعني سبق اني تواجدت كذلك في احدى مهرجاناتهم للتغطيه، وكذلك هم يقيمون الفعاليات للاحتفال مع دوله قطر في افراحها. ختاما، هل من الممكن أن على وزن قبل عملت مغربية، هل ممكن اليوم تكتب شيء يخص دولة قطر وسلطنة عمان وربما فنان عماني يغنيها؟ والله يا أخي يعني البلد في القلب، البلدين في القلب، ونحن قطر كتبنا لها كثيرا يعني من الأغاني الوطنية. وأتمنى يعني أنا اليوم الظهر في تلفزيون قطر سمعت أغنية عمانية من تلفزيون قطر، يعني وكانت لفتة جميلة جو. أنا أشكركم طبعا على 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 التغطية الجميلة والتغطية المرتاحة
ما فيها تشنج ولا فيه يعني طبيعية، كانت تغطية جميلة. والفقرات اللي انحطت أيضا بين البرامج كانت مهمة جدا جدا، خلت المشاهد القطري والعالم يشاهدون ملامح النهضة في عمان، ويشاهدون أيضا يعني هذا يعني جريان النهر بين البلدين قطر وعمان. أكيد نايف، ممكن الدكتور يتكلم، يعني احنا نتذكر مواقف كثيرة بيننا وبين أشقائنا في سلطنة عمان، لكن الموقف اللي دائما في الذاكرة يوم فزنا بكأس آسيا وكان الجمهور العماني أول من استقبل منتخب قطر قبل أن نستقبلهم حتى احنا في الدوحة، وهم يعني كذلك وقفوا معنا يعني في كأس آسيا، وهم مثلوا شعب قطر في الملاعب في ذيك الفترة. بس على فكرة ما جاوبتني إذا بتكتب ولا لا. إن شاء الله إن شاء الله. على ذي الموضوع، أنا كان عمري في عمركم ذاك الوقت سنة 75، كنت من أول القطريين اللي قرأ نشرة في تلفزيون سلطنة عمان، وقرأت مع العملاق الإعلامي ذياب صخر العامري، وأيضا قرأت مع الفاضلة منى بنت محفوظ المنذري. فهذا كان التعاون الإعلامي قديم، واستضفنا خالد الزجالي وغيره وغيره من الأخوان الإعلاميين الكبار في تلفزيون قطر. أكيد كل الشكر لك الدكتور أحمد عبد الملك، وأنت أستاذ الإعلام المشارك في كلية المجتمع، شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن هذه العلاقات دائما تدوم وتكون أكبر وأكبر يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك دكتور. ومشاهدينا احنا مستمرين معاكم بفقراتنا واخبارنا وما نقدمه عبر برنامج حياتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج حياتنا، وأكيد متواصلين في تغطية أبرز وأهم المواضيع للدور على أرض دولة قطر. مشاهدينا الكرام، جهود لا تنقطع طوال العام للإدارة العامة للمرور، وتتكثف هذه الجهود في موسم التخييم من خلال التوعية والمتابعة والدعم. تفاصيل أكثر عن هذه الجهود راح نتابعها في هذا التقرير، ولنا عودة مع ضيفنا الكريم. صار موسم التخييم في قطر علامة بارزة في حياة المجتمع، ومع دخول فصل الشتاء تقوم إدارة المرور بتنفيذ حزمة من التدابير الوقائية، وجاءت خطط التوعية الشاملة لرفع مستوى السلامة في مناطق التخييم من أجل الخروج بموسم آمن ومثالي. من أهداف هذه الخطة الوصول لبيئة مرورية خالية من الحوادث، زيارات ميدانية للتعريف بالسلوكيات المرورية الخطرة، حث المخيمين على اتباع قواعد وآداب المرور، نشر الثقافة المرورية في مناطق التخييم، تعزيز اشتراطات السلامة لدى المخيمين، تكثيف الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية الأرواح والممتلكات. إدارة المرور تضع سلامة مرتدي المخيمات ضمن أولوياتها، لا سيما في منطقتي العديد والسيلين، لشباب عاشق لأجواء التخييم والشتاء. إذن أكد قسم التوعية والثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور على المخيمين اتباع قواعد وآداب المرور، حيث أن الإدارة تنفذ خطة توعوية شاملة لرفع مستوى السلامة في مناطق التخييم خلال موسم 2021-2022. الحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المقدم جابر عضيبة، وهو مساعد مدير إدارة التوعية المرورية للإدارة العامة للمرور. سعداء جدا بتواجدك معنا في حياتنا. سعيد بتواجدي معكم، والله يمسيكم بالخير ويمسي على المشاهدين الكرام، وموسم جديد، أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. يا رب. بإذن الله تعالى. ونتكلم على جهودكم اليوم في تنفيذ هذه الخطة التوعوية الشاملة لرفع مستوى السلامة في مناطق التخييم. الحمد لله رب العالمين. طبعا من ضمن الخطة السنوية للإدارة العامة للمرور اللي هي موسم التخييم، بدينا في الخطة هذه من نهاية الشهر الفايت، كانت عندنا ندوة ضمت شركائنا في سيلين، المحميات الطبيعية ومستشفى حمد والشركاء اللي هناك. كانت طبعا الندوة هذه نذكرهم بالاشتراطات اللي موجودة هناك، بالأخطاء اللي صارت في السنة اللي فاتت، إحصائيات، بعض الإحصائيات اللي صارت في السنة اللي فاتت، مثلا الدراجات، الأعمار، أكثر الأعمار اللي كان فيها اللي عليها خطر،
بعض الأعمار الصغيرة كان فيها ارتفاع شوي، فكلها نذكرهم فيها ونذكرهم باشتراطات الموسم التخييم قبل البداية اللي الكل يعرفها طبعاً، اللي هي التجهيز والاستعداد للتخييم. التجهيز والاستعداد مو بنا يعني تجهيز المخيم داخل المخيم، لا، قبل المخيم، قبل لا توصل احنا نهتم في النقل، عملية النقل اللي هي قبل لا توصل المخيم. النقل هذا يحتاج وسائل سلامة معينة، التيذر، الكرفانات الكبيرة تكون واقفة فترة طويلة، وفجأة كل سنة احنا نذكرهم ان صيانة بسيطة تكفيك شر عطل أو حادث قد يصير على المكان هذه. الأمور هذه تذكرة للناس كلهم، ونذكر احنا أنفسنا، نذكر أنفسنا، احنا مخيمين بعد عندنا تخييم، نذكر أنفسنا قبل الناس هذولا بعض المعلومات البسيطة اللي قد يستفيد منها، ويعني يكون يستفيدون منها قبل موسم التخييم. أكيد. اليوم أخوي جابر خلينا نكون صريحين في هذا المحور، يعني أنت تفضلت ومشكورين، كانت لكم ندوة مع شركائكم في منطقة سيلين، ولكن اليوم بالنسبة للمخيمين أنفسهم، مواطنين أو حتى المقيمين اللي يرتادون هذه المناطق، كيف التواصل وعلاقتكم معهم في عملية التوعية والتثقيف من أجل الوصول إلى أهداف هذه الحملة؟ التثقيف طبعاً إحنا لازم نلفت نظر أن سيلين أصبحت لكل من هو على قدم، صحيح، سواء من مقيم، مواطن، جميع الجنسيات بعدة لهجات، عدة لغات مختلفة، فإحنا نستهدف الجميع، حتى اللغات الغير ناطقة بالعربية سواء كان بالإنجليزي أو بالأسيوية أو باللغات هذه استهدفناها عن طريق مواصلهم. يعني مثلا الفيسبوك إحنا قليل استخدامه عندنا، لكن نشطاء عليه اللي هم الأسيويين والفلبينيين والجهات هذه، فنقدم له التوعية والنصح وحتى بعض الخدمات اللي قد يغفل عنها. يعني مثلا فريق عون الموجود هناك نذكرهم، نحط لهم مواقع وأرقام تليفوناتهم، شلون لو غرس، لو صارت له مشكلة شلون يقدر يتصرف، نذكره أن الرمل لازم طريقة معينة في قيادة المركبة، مش أنه عنده فورويل خلاص تعال وامش مع العالم، لا، لها طريقة. نذكرهم لأن يعني إحنا الجهل الجانب الآخر، الشباب القطريين عندهم خبرة، فأنا لما قاعد أقول له نسم على التاير أو شيء هو عارف بيقول هذا يعني شو يقول، لكن في جهة أخرى أول مرة يروح سيلين ولا بيروح سيلين ما يعرف الأمور هذه البسيطة، لازم ياخذ اعتباره فيها. فالتوعية هذه مستمرة معاهم ونوعيهم، وفي دورات وفي زيارات للمغرات الكبيرة، الشركات الكبيرة، تواجد الجاليات هذه فيها للنشر. بالنسبة للشباب القطريين احنا طبعا في المقام الأول الشاب والأسرة، الأسرة لها دور كبير. الآن الشباب الصغار أول ما يطلع ويأخذ سيارة يجي موسم التخييم على طول يتفاجأ أن الشباب اللي معه كلهم، غران اللي معه كلهم راحوا سيلين. هو الحمد لله متوفر عنده فور ويل، متوفر عنده الإمكانيات كلهم، فبيروح هناك يتفاجأ بشيء يعني يصعب يقولنا ما أعرف. إحنا عندنا مشكلة أن الواحد يستحي يقول أنا ما أعرف، ما أعرف أروح الرمل، ما أعرف، أنت عندك كلوزر وما شاء الله جاهز، فيقول ما أعرف، في خطورة هناك، يخاطر بنفسه ويخاطر بالناس اللي معه. فإحنا نوعيهم، نوعي الأسرة أنه لازم تتابع ولدها اللي بيروح لسيلين مع من يروح، هذا إيش قاعد يسوي هناك، هل هو بيروح مخيم مثلا بيلعب طائرة بيلعب قدم، هل هو بيروح الاستعراض، يتابعونهم. في لله الحمد يعني في أولياء أمور ينحرق دمهم كل خميس كل جمعة على عيالهم هم رايحين هناك، قاعدين يسألون معهم وين بيروحون وين بيجون، في اتصالات قاعدة تجينا تقول أنتوا ليش ما يعني تتابعونهم هناك، أولياء أمور يعني ليش ما تسوون كذا وليش ما تسوون كذا، يحثوننا على المزيد من العمل علشان عيالهم موجودين هناك. هذا فيه تفاعل كبير من أولياء، الدليل أنه فيه تفاعل كبير من الأسرة تجاه أبنائهم تجاه الموجودين هناك. أكيد، يعني هذا أمر واجب عليهم هم في المقام الأول قبل أن يكون منصوبكم، أنتم منصوبكم التوعية. ولكن لو نتكلم على أبرز الحالات اللي أنتم تركزون عليها، يعني حتى أنتم وصلتوا مرحلة فكر الشاب إنه هو ممكن إنه يخجل من إنه يقول أنا ما أعرف ولا غيره، والشباب مثلاً يبون يروحون يضربون لهم طعس ولا يتسابقون ولا إيش يسوون، وأنتوا وصلتوا لهذه المرحلة من الإدراك لعقلية الشباب. اليوم شنو هي أهم الحالات اللي أنتوا تركزون عليها في رسائلكم؟ إحنا طبعاً مثل ما قلت الشركاء اللي معنا يعني مثلاً جمعية مواتر، هم اللي فيها كلهم شباب قطريين وكلهم لهم يعني مارسوا التطعيس ومارسوا الشغل هذا كله، فاحنا قعدنا معهم وعرفنا عن طريقهم هم ايش اللي يبغون الشباب، وقدرنا معاهم ان نوفر الشيء هذا لهم، لكن بطريقه منظمه، قاعد يقول لك تعال جيب سيارتك مجهزه،
البس الخوذة، البس حزام الأمان، سو كذا واحد اثنين ثلاثة. احنا دورنا كنا معهم انه سهل الأمر، يعني سيارتك لا تخاف انا ما راح يعني مثلا احجز سيارتك، جيبها على سطحها، نزلها في المكان، استخدمها في التطعيس بشكل منظم، الدفاع المدني موجود، الإسعاف موجود. الثانيين قاعد يشوفونك، الجمهور الموجود هناك لو تشوفهم الصور اللي طلعت، لو تشوف الجمهور الموجود كله قاعد يبغى يشوف هذا، فلما يشوف الطريقة منظمة هو راح يسوي مثلها. بعد ما تخلص احنا نقول لك كمرور داخل انا ما لي خص، الشباب في مواتر لهم شغلهم لانهم خبراء في السيارات، بس بعد ما يطلع انا اقول له خلاص حمل سيارتك على السطحة، السيارة هذه غير مجهزة انها تستخدم في الطريق، تقعد تسابق في الطريق، هذا جزء من التوعية، غير مجهز انك قاعد تستخدمها في الطريق وفي الاشارات بتسبب لك حوادث، استخدمتها في الغرض المخصص لها حمل على سطحها خلاص وده البيت انتهى دورك. فهذا دورنا احنا مع الشباب، نعرف وفرنا لهم اللي هو يحتاجونه. كان الاول تخبر يطالبون في حلبة، هذه كلها موجودة. لا يبقى الدور على الشباب بعد الحلبة وين بيروح. ايوه اتمنى ان يعني الشاب اليوم عاقل، يعني وصلت مرحلة يعني فوق 18 انت عاقل ومدرك لأهمية اللي يصير، فأتمنى أن يكون عنده هذا الوعي، وأنتم دوركم أمانة يعني أدل عليكم وزيادة لأعطيكم الصحة والعافية. لكن ختاما سيد جابر، في ختام هذا اللقاء شو الرسالة اللي توجهها في المقام الأول للشاب الكبير العاقل اللي عنده سيارة ومتجه إلى موسم التخييم، وفي المقام الآخر أيضا أولياء الأمور اللي مع الأسف في البعض منهم يسلم السيارة للولد حتى لو ما عنده ليسن وتحت السن القانوني. احنا بس نسينا شغلة اللي هي الدراجات. الدراجات خطورتها لا تقل عن السيارات، فاحنا نقول المقبل على موسم التخييم بالنسبة للسيارة، استمتع بسيارتك انزل سيلين، استمتع بدراجتك انزل سيلين. وسائل الأمان والسلام الآن بكثرة يعني تخليك تحافظ على نفسك، تذكر أن وراك أسرة، وراك أب وأم يحترق يعني قلبه كل يوم جمعة من يوم تطلع إلين ترجع في الليل وهي قاعدة تحاتب، بعض المرات التليفون ما يوصل، ما في إرسال، وهم قاعدين يتصلون فيك، تذكر أن في ناس وراك قاعدين يحاتونك. حرقة كل ما سمعوا عن حادث، الكل أنا متأكد الكل قاعد يتصل على ولده، وينك 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 وينك، لأن في حادث صار وشافت المنظر الآن، الحادث في دقائق يوصل يعني عندك على جوالك، على جوال قاعد تشوف على الجوال، ولد نفس عمر ولده نفس ولده طاير مع السيارة، تشوف المنظر هذا صعب، فالكل قاعد يتصل في ولده وينك وين موجود. ليش الغلق هذا بالنسبة لأولياء الأمور؟ نحافظ عليهم وإن شاء الله نتمنى السلام للجميع، مسؤولية الجميع، إحنا موجودين جميع الجهات شغالة بدون تقصير، لكن المسؤولية مسؤولية الجميع، ولي الأمر الشخص نفسه اللي في سليم موجود، اللي قاعد يشوف غلط ويسكت عليه، اللي قاعد يشوف غلط مفروض أنه يبلغ عليه، يشوف غلط يبلغ عليه للتصليح مش للأذى، لا على أساس أنه ما يكون في أذى لغيره. فنتمنى ان شاء الله السلام للجميع، واحنا موجود نقول لهم احنا موجود معكم ان شاء الله في موسم التخييم لخدمتكم ولسلامتكم، ونتمنى السلام ان شاء الله للجميع ان شاء الله. يعني اكيد جميع جهات الدوله نتكلم بالنسبه للدفاع المدني الاسعاف المرور، جميع القطاعات والجهات في وزاره الداخليه يعني قاعده توفر كل السبل على اساس ان انت تخيم بشكل جميل وتستمتع بتخييمك، ولكن اتمنى ان يعني يكون في يعني وعي اكبر من جانب المجتمع، ان حتى والله تبي مثلا تبسط الاطفال الموجودين عندك، اعتقد في قدر معين ما له داعي ان انت توصل لمرحله مثلا الطعوس ولا غيره، في النهايه بيكون طفل وروح هذه، فانت لازم تكون كذلك واعي بهذا الجانب. حافظوا على انفسكم وعلى عيالكم، خاصه لما ندخل على يوم الخميس لا تستعيل على الدرب. يعني هذا هو نايف، احنا نتمنى ان رسالة وصلت، ونحسب الجميع ان شاء الله على قدر عالي من الوعي والثقافة بأهمية هذه الرسالة. مشاهدينا نشكر في ختام هذا اللقاء مقدم جابر عضيبة ومساعد مدير إدارة التوعية المرورية للإدارة العامة للمرور، كل الشكر لك اخوي جابر. كل الشكر لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. ومشاهدينا اهتمام كبير من المؤسسات الصحية للتوعية بأهمية الصحة النفسية، ننتقل لهذا الجانب ولكن بعد هذا التقرير. تولي دولة قطر اهتماما بالغا بالصحة النفسية للسكان، والذي يبدو جليا عبر حرص القطاع الصحي في الدولة على توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية النفسية لتقريب هذه الخدمات من أفراد المجتمع وصولا إلى تحقيق صحة نفسية مستدامة.
وكتأكيد على أهمية الصحة النفسية، وضعت دولة قطر استراتيجيتها الوطنية للصحة النفسية مرتكزة على 4 أهداف محددة، هي تعزيز الصحة النفسية والحد من انتشار الاضطرابات النفسية، تقديم خدمات صحة نفسية شاملة ومتكاملة، تعزيز قيادة الصحة النفسية، وتعزيز نظم المعلومات والبحوث والممارسة المبنية على البراهين. جهود كثيرة قدمتها المؤسسات الصحية المختلفة في الدولة من حملات وخدمات متنوعة لرفع مستوى الوعي بالصحة النفسية والتأكيد على أهميتها، خاصة خلال التداعيات غير المسبوقة التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك بهدف بناء مجتمع سليم وسكان أصحاء بدنياً ونفسياً تماشياً مع رؤية قطر الوطنية. شاملة حول انتشار الاضطراب النفسي والعوامل المرتبطة بها ولتعزيز الفهم لعلم الاضطرابات النفسية في المجتمع القطري، أكمل معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر الشراكة مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية أول دراسة على مستوى الدولة في هذا المجال، وتهدف إلى دراسة وقياس مدى انتشار الاضطرابات النفسية بين المجتمع. الحديث اكثر مشاهدي الكرام، سعدنا انكم معنا في الاستديو، كل من الدكتور ماجد العبد الله استشاري اول في الطب النفسي والمدير الطبي للصحه النفسيه بمؤسسه حمد الطبيه، والدكتوره سلمى خالد استاذ باحث مشارك بمعهد البحوث الاجتماعيه والاقتصاديه المسحيه بجامعه قطر. مساء الخير وسعداء بتواجدكم معنا في حياتنا. يا مرحبا. نبدا معك دكتور ماجد، لو نتكلم الان بشكل عام عن الوضع العام في دوله قطر والصحة النفسية والاضطرابات النفسية في الدولة. مشكورين شباب على الاستضافة. بالنسبة لسؤالك على الوضع العام للصحة النفسية، صراحة صار حاليا يعني وعي أكبر بأهمية الصحة النفسية، صار الناس يعني تتقبل استشارة الطبيب النفسي، لكن للأسف للحين الوصمة القديمة موجودة ولكن بشكل أقل من قبل. يمكن واحدة من الأشياء اللي طلعنا منها مرحلة الكورونا إن موضوع الصحة النفسية أهميتها، يعني منظمة الصحة العالمية في الاحتفال الأخير قررت هالسنة يعني كان الكونسبت مالهم إن الصحة النفسية للجميع، فأهميتها خاصة بعد مرحلة كورونا التأثير اللي صار على يعني جميع الأعمار، كانوا أطفال، كانوا كبار السن، كانوا ناس في الخطوط الأمامية، حتى الناس المصابين بالأمراض النفسية، فصارت لله الحمد الحين حاليا الصحة النفسية هي أحد أولويات الصحة بشكل عام، صار فيها اهتمام بشكل أكبر. نتمنى إن شاء الله الاهتمام يعني ينتج عن يعني خدمات بشكل أفضل إن شاء الله في المستقبل. أكيد. دكتورة سلمى، بالنسبة لكم في جامعة قطر، خلينا نتكلم عن طرفكم في هذه الدراسة الوطنية للصحة النفسية اليوم، شنو هي الأسباب اللي تدعوكم للقيام بهذه الدراسة؟ هي أولا دراسة كما تطرق بالبداية أن دراسة شاملة، وأول دراسة لأمراض الاضطرابات النفسية لسكان دولة قطر. قمنا بالدراسة في عام 2019، وإحنا نقوم بتطبيقها لحد إن شاء الله أغسطس 22. الدراسة هي مبادرة، جزء من مبادرة الصحة، مسح الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية التي تطبقت في أكثر من 30 دولة ومنها دول عربية وإسلامية. فأهميتها طبعا وهدفها هو جمع بيانات وافرة ودقيقة عن مدى انتشار الاضطرابات النفسية، أعراضها، حدتها في المجتمع، وأيضا تأثيرها على الخدمات، على عبئها الاقتصادي والاجتماعي، على الصحة الجسدية كذلك. فهذه كلها معلومات هذه الدراسة حتوفرنا فيها بها المعلومات، وتكون بيانات مهمة لبناء لوضع أسس للصحة النفسية للسكان، ومن هذا يساعد طبعا على كثير من الأشياء، منها تحديد الخدمات والسياسات لدعم التنمية في الخدمات الصحية
والأبحاث كذلك. دكتورة سلمى، لو نتحدث أكثر من جانب هذه الدراسة، آلية التطبيق ومكان إقامة هذه الدراسات. طبعا كما تفضلت ان دراسه يطبقها معهد البحوث الاجتماعيه والاقتصاديه المسيحيه في جامعه قطر، وهو مركز متخصص بدراسات المسيحيه، وقدم اكثر من انتج اكثر من 100 دراسه علميه منذ ان انشئ في 2008، ونقوم طبعا بذلك بمشاركه مع مؤسسه حمد الطبيه وسدرة للطب، وايضا دعم من وزاره الصحه العامه، وايضا شركائنا الدوليين مثل ما قلنا منظمه الصحه العالميه، جامعه هارفارد، كامبريدج وميشيغان. اكيد. دكتور ماجد، يعني تفضلت في بدايه حديثك والحديث عن تركيز العالم خصوصا بعد جائحه كورونا بالصحه النفسيه بشكل عام، لكن اليوم لما نتكلم عن مؤسسة حمد الطبية، شنو الخدمات المجتمعية الجديدة التابعة للمؤسسة الخاصة بالاضطرابات النفسية الموجودة لدى أفراد المجتمع؟ شوف أخي سلمان، يعني الخدمات النفسية تطورت بشكل كبير خلال يعني فترة مرحلة ما قبل الكورونا، يمكن سنة سنتين، وخلال مرحلة الكورونا فالخدمات المجتمعية صرنا يعني أقرب للسكان. صارت العيادات النفسية حاليا في جميع يعني بعض المراكز الصحية، فالهدف منها إن شاء الله زيادتها مستقبل. هذا يساعد على سهولة وصول الأشخاص. المركز الصحي ما شاء الله متوزع، هاي شراكة بيننا وبين الرعاية الأولية، لا الستاف مالنا استشاريين أعلى مستوى موجودين في حاليا 4-5 مراكز. العيادات النفسية صارت موجودة حتى في مؤسسة حمد مع العيادات الخارجية، بتلاقي عيادة الأعصاب، عيادة الطب النفسي، عيادة القلب. يعني المريض ما راح يحس والله أنه مختلف، معزول مكان ثاني. الخدمة الثانية الجديدة، الخدمة المجتمعية، بديناها من فترة ونالت إشادة كبيرة حتى منظمة الصحة العالمية، خدمة الاتصالات، وخدمة الاتصالات بالفيديو بالمكالمات 1600، وكان حصل يعني حصل الفترة الأخيرة على جائزة، على إشادة كبيرة. الخدمات حتى التدريب حاليا صار في تدريب، يعني إقبال كبير من طلاب جامعة قطر قسم العلم النفسي، حتى كلية الطب ناس متخرجين، صار قبول كثير للطب النفسي. صار عندنا يعني قبل يدوب نحصل طبيب انه يدخل، حاليا في منافسه العام الماضي حصلنا 30 على 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 10 مقاعد، فصارت في منافسه، صار في قبول اكبر، وفي برامج التوعيه. صارت حتى طب نفسي حاليا عندنا اختصاصات، يعني سابقا كان اختصاص واحد طب النفسي العام، حاليا في الطب النفسي الجنائي، طب النفسي الاطفال، طب النفسي كبار السن، الادمان، في امور كثيره يعني تطورت. وزمالات يعني مؤسسه حمد صار مركز لتدريب الزماله وتدريب الطب النفسي معترف فيه. دكتور، يعني بما انك موجود الحين بدون موعد وبدون شيخ، خلينا نستغل الموقف. يعني اذا الواحد حس انه مثلا دائما متضايق، يصيده مثلا تعب، ممكن في بعض البوادر، يعني هل انت هني توصي بانه على طول يتجه، ولا ممكن يعطي نفسه فرصه، ولا يحاول يغير البيئه اللي حوله؟ متى يقرر انه هو يروح للطبيب النفسي؟ والله اخوي نايف، سؤال صراحه مهم جدا، وهاي اللي يوم قلت لك في البدايه انه صار وعي الناس، صار عندها وعي وتقبل ان الموضوع في شيء نفسي. احنا الاضطراب النفسي متى يوصل مرحله نسمي هذا اضطراب او مرض نفسي يحتاج تدخل؟ خلاص الواحد وصل مرحله غير فعال، غير منتج. انت الحين يا اخوي نايف مثلا كمذيع صرت ما تقدر يعني تشتغل أكيد. شغلتك صرت ما تقدر تي الدوام، صار تفاعلك الاجتماعي قليل، يمكن وهي درجات مثلا أكيد. اذا قليل مثلا تدخل معين، مجرد تغيير نمط حياتك، مثلا شويه رياضه، شويه مثلا تغيير. دكتور الناس الماني يلعوزني دائما، يعني ما يخليني شوي اخذ راحتي. لكن نايف، خلينا ختاما مع الدكتوره سلمى، ختاما دكتوره وفي عجاله، اليوم كيف ممكن تحافظون على سريه هذه البيانات من خلال هذه الدراسه الوطنيه؟ احنا طبعا نهتم ودائما بالاخلاقيات البحث العلمي، وضمنها كما قلت السريه وخصوصيه المعلومات، وايضا فلهذا احنا دائما نجتهد في يعني كل الارقام والبيانات في بربط
أن لا يكون هناك طريقة لربط مع الأسامي بالمعلومات والبيانات. بنستخدم رموز تساعدنا في حفظ على السرية، وكذلك لا ننشر أي نتائج إلا بشكل إحصائيات. أكيد كل الشكر لكم الدكتور ماجد العبد الله والدكتورة سلمى خالد، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الدراسة. شكرا، تسلمون. شكرا لكم، وتشرفنا بتواجدكم معنا. لا تلعوزني سلمى. وصلنا الختام نايف، شوف المشاهدين إن شاء الله بكرة في نفس التوقيت السابع على شاشة تلفزيون قطر. مع السلامة. بأمان الله.